مستشار سابق سعودي يعلن معارضته للنظام في الفيديو ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أنا المستشار محمد بن سالم بن محمد آل مشعل القحطاني، عضو سابق بالنيابة العامة ومحامي سابق مرخص من وزارة العدل ومستشار سابق بالدولة، وحاليا مستشار شرعي وقانوني ومعارض سياسي مقيم في لندن. أعلن معارضتي السياسية للنظام السعودي ودعمي لكل من يسعى لتخليص البلد من مخاطر هذا النظام، وقد اخترت هذا القرار للأسباب التالية. أولا، فساد هذا النظام القائم على الاستبداد المطلق واستعباد شعب بلاد الحرمين وملكية الأرض وثرواتها، والاستحواذ على المناصب السياسية والقيادية العليا وسرقة ثروات الدولة المالية والنفطية. ثانيا، قمع ومنع الحريات السياسية واعتقال العلماء والمصلحين والمثقفين والسياسيين وتعذيبهم وقتلهم في السجون وإصدار الأحكام القضائية الظالمة عليهم. ثالثا، أحوال شعب بلاد الحرمين المعيشية البائسة من الفقر والبطالة وعدم وجود السكن والديون المتراكمة على الناس وإيقاف الخدمات وتجميد الحسابات وإدخال المديونين المعسرين للسجون وفرض الضرائب الجارية الجائرة وفرض الضرائب الجائرة ورفع أسعار الخدمات كالكهرباء والبنزين والماء وغلاء المعيشة. رابعا، حرب اليمن التي استنزفت ثروات بلاد الحرمين وعرضت جنودنا للقتل ودمرت الشعب اليمني الشقيق، والتي يجب أن تتوقف لأنها لا تحصد إلا الدمار لكلا الشعبين. كما أعلن تأييدي لكل من طالب باستبدال النظام السعودي بحكم قائم على مبادئ وقيم وروح الشريعة الإسلامية المتمثلة في العدالة والمساواة والشورى والتكافل الاجتماعي وحماية الحريات وسيادة القانون والفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، وحرية الشعب باختيار الحاكم ومحاسبته وعزله. الحقيقة الأنظمة العربية من زمان جدا بتمارس الحاجات دي، يعني بتمارس القتل. يعني عبد الناصر عمل ده، صحيح عبد الناصر عمله بمنطق قانوني، يعني بإعدام سيد قطب وعودة أو بمقتلهم داخل السجون. يعني في ناس قتلت داخل السجون عبد الناصر عادي، بس كلهم كانوا معارضين لعبد الناصر، فإما بالقتل داخل السجون أو بأحكام إعدام على غرار الحكم على سيد قطب وعلى عبد القادر عودة. الحقيقة إنه نظام صدام عمل ده أيضا في كتير من المعارضين وأسماء كتيرة. يعني نظام القذافي عمل ده برضو مع ناس كتيرة معارضة للقذافي فترات طويلة. نظام حافظ الأسد عمل ده لدرجة أن حافظ الأسد دك قرية بحالها أو بلد بحالها حوالي 38,000 شخص وعائلات بالكامل اختفت من الوجود. هذه الأنظمة لازالت مستمرة. السيسي عمل ده، السيسي حكم على ناس كتيرة بالإعدام، السيسي قتل ناس كتيرة فيما يسمى المداهمات الشرطة، قتل ناس كتيرة جدا في سيناء. ولو طال السيسي يقتلنا عادي. يعني هذه الأنظمة الحقيقة أنا بس هي واضحة للعيان يعني، لكن هو السؤال ليه بعض الناس مش شايفة ده؟ يعني على رأي الشاعر، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي. يعني ما عندك رمد في عينيك ما تشوفش ضوء الشمس، لكن أنت إذا كنت أنت شايف إن ده تاريخ العرب الأسود، الأسود من يمكن من أبد الآبدين، إزاي لحد دلوقتي أنت ممكن تقول لأ، أو يعني شايف إن دي أنظمة فيها فايدة أو على هتعمل حاجة للعالم؟ ولا حاجة. يعني اللي منتظر من الأنظمة دي إن العرب يتقدموا، صدقوني يعني ولا هيشوفوا لهم ولا أحفادهم أصلا حاجة. يعني
يعني ده اللي انا مستغرب له، لكن انه قتل جمال خشقي او لا انا مش مندهش الحقيقه خالص يعني، ومن اول يوم كان لدي مخاوف من ده يعني، او كنت توقع، بس ما لحب اكتب في القصه دي، ولا لانه اللي متابع تاريخ من اول عبد الناصر ومرورا بقى بالقذافي وصدام حسين وحافظ الاسد والسادات والسيسي قصدي، ده عادي يعني، بيقتلوا بدم بارد جدا. ومبارك اين اختفى رضا هلال؟ عدنا سنوات ندور على رضا هلال مش فاهمين يعني ايه بني ادم مهم في مصر، كاتب صحفي من طراز رفيع، اقرا له السيف والهلال احد كتبه عن التجربه التركيه قبل صعود حزب العداله والتنميه، واحد من الكتب ملوش دعوه برجل طيب اردوغان ولا بيمدح في تركيا ولا بيشتم، ده جاء تركيا هنا عشان يعمل كتاب. شوف بقى الصحفي لما يبقى صحفي، الراجل جاء تركيا هنا 96 قبل ظهور بقى العدالة والتنمية وبتاع، كان راجل طيب اردوغان ده مجرد شاب كده ماشي مع السياسيين ولا بيلوش علاقة بال، لكن الراجل رصد التجربة التركية بداية من عصر الاصلاحات بتاع السلطان محمود ده لحد ما هو دخل المطار يومها والمطار مليان الجيش والجيش واقف في المطار والشوارع والحالة الاقتصادية، كتاب ما فيش امتع من كده، ده واحد من كتبه. هذا الصحفي فجأة اختفى، عادنا يا جماعة ده مش واحد عادي، انا اسف يعني ده واحد مش على رأي واحد الكتاب المسرحيين موت بائع جائل، ده مش بائع جائل، ده صحفي كبير اختفى. والغريب ان الدولة اصلا ما طلعتش تصريح، لا مبارك طلع قال نحزن على هذا الرجل الهندورة ولا حبيب العدلي ولا الوزارات وقتها، ومات الرجل وحد الوقت محدش يعرف فين، وجات ثورة يناير ما نعرفش الرجل ده راح فين، ازاي كيف يختفي شخص من على وجه الارض بلا اثر، ومش ولا مجرم بقى ولا خط الصعيد ولا هو تاجر المخدرات ولا الحاجات دي، كاتب بتاع اخره قلم وورقه، كان بيسميهم السادات يتريق عليهم يقول لك الافنديه الارزال، السادات كان بيسمي الصحفيين كده الافنديه الارزال، يعني افندي رزل اخره، اختفى خالص، اختفى من على وجه الارض، لم يعد له وجود. فعادي يعني انا مش مندهش ان جمال خاشقجي يحصل فيه كده مع نظام قبلي جاهلي زي نظام آل سعود.